خصوص الكنيسه، وابتدى يديلهم التعليمات او يبتدى يوضحهم بكل ويقول لهم على الحاجات اللي رعاها في خدمتهم. ولاقي ان كان معلمنا بولس الرسول ليه موضوع للخدمه ما بيحدش عنه، وهو بيبشر بنعمه الخلاص التي لربنا يسوع المسيح، فكان دايما يركز نظره على ربنا يسوع المسيح، لدرجة في كورنثوس الأولى كده يقول لهم: لم أزمع أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياهم مصلوب. فما كانش يتكلم في موضوعات بعيدة عن الخلاص اللي تم عن طريق ربنا يسوع المسيح. الحاجة الثانية أن كان دايما يتكلم عن ملكوت الله، وكان دايما نظره متثبت على الملكوت، لدرجة أن هو جاي في رسالة فيليب يقول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. فكانت شهوته دايما وهو بيخدم موضوعه المسيح وشهوته الملكوت. طيب إيه الطريق بتاعه اللي كان بيدعو الناس ليه؟ أن هم يقدموا توبة ويعترفوا بخطاياهم وينالوا المعمودية عشان يكون لهم الخلاص ويكون لهم مكان في الأبدية. فكانت دايما خدمة بولس الرسول مميزة بكده، ده الموضوع بتاعه. إلا أن بين وهو بيودعهم أمانته في الخدمة إزاي؟ أن بيقول لهم كده: لم أؤخر شيء من الفوائد إلا وأخبرتكم به. يعني لما بيكون راعي حلو وبيحب الرعية بتاعته، تبص تلاقي كل حاجة حلوة مفرحة توصلهم لطريق السماء، دايما ينبههم ليها. وكل حاجة وحشة تبعدهم عن السماء، دايما يحذرهم منها. يبقى لم يؤخر شيء من الفوائد إلا وإيه؟ أخبرتكم به. كمان وهو بيكلمهم دايما ما كانش يقول مشورة ذاته، ولكن كان يقول لهم مشورة ربنا. يعني أما يجي يستند إلى حاجة أو إلى معلومة، ما كانش ياخد معلوماته هو الشخصية أو راحته هو الذاتية، لا، كان يبص إن كلمة ربنا بتقول إيه وهي اللي يوجه الناس بيها. وعشان كده كان ليه أسلوب مميز في الخدمة. يعني لما نقول ايه اللي بيميز اسلوب معلمنا بولس الرسول، بيقول لهم كده: كنت بخدمكم بكل تواضع ودموع. يعني واحد بيخدم بكل تواضع. دايما ربنا يدي المتواضعين ايه؟ نعمه، يملاهم بالنعمه. فعشان كده النعمه اللي لقيناها مع بولس الرسول، لدرجه ان هو كان بيصنع ايات ومعجزات، وكانت تؤخذ المناديل والعصائب اللي على جسده، كانت تشفي الامراض وتخرج الارواح الشريره. فكانت دي نعمة موجودة مع بولس الرسول بسبب ان هو بيسلك مع الجميع بايه؟ بتواضع. دموع كثيرة، دموع في الصلوات وهو بيصلي، ودموع كمان حتى بيقول كده: انذر بالدموع. يعني ما يجي يقدم انذارات ربنا لأي واحد لا يسلك بترتيب وبنظام وبمخافة ربنا، كان حتى هو بينذره ممكن يبكي عشانه، عشان يعطف قلب ربنا عليه، وممكن يبكي قدامه من خوفه عليه لحسن يهلك بسبب الطريق اللي هو ماشي فيه. فهنا تبين حساسية قلب معلمنا بولس الرسول. كمان كان بيلتزم ان هو مش بس يعمل الخدمة وانه يتممها، لان لقينا ناس بعد ما بتبتدي في الخدمة ممكن تسيبها، او ناس بعد ما تبتدي الخدمة بهمة ونشاط تبص تلاقيهم ايه؟ يهدوا في الطريق، او يبقى مش بنفس الاهتمام. زي ما هنشوف ربنا يسوع المسيح بيلوم ملاك كنيسة افسس، يقول له: عندي عليك انك تركت ايه؟ محبتك، ما بقتش بتحبني زي الاول. كمان اما يتمم خدمته كان يتممها للاخر وبنشاط. يتمم الخدمه يعني ايه؟ يعني ما يسكتش على حد لحد ما يحس ان هو خلاص مسك في ايد المسيح ووصل للطريق الملكوت. كمان يهتم بكل فرد، وحتى دي صعبه جدا، ان كل واحد يحس ان ليه مكانه خاصه في قلب بولس الرسول. انما يجي يتكلم يسال عن اللي موجودين فرد فرد، ويفتكر يذكر اللي معاه فرد فرد كل واحد باسمه، ودي هتلاقوها باينه جدا في الرسائل اللي هو كاتبها. كمان حتى اما كانوا يتحذر من اي اتعاب او مشاكل او ضيقات ممكن تقابله، كان مسلم امره دايما لمين؟ لربنا. كان بيتكلم في مجامع اليهود، وكان بيتكلم جهرا بنشاط في وسط كل الناس. وعشان كده ابتدى يقول لهم في
في آية 28 بيقول لهم احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أسوقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. ودي الحتة اللي احنا واحنا بنصليها في القداس اما بنقول له اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الروسية، ونقول هذه التي اقتنيتها بالإيه؟ دم الكريم. ربنا اقتنى هذه الكنيسة المقدسة اللي احنا فيها بكل أعضائها اللي ساكنين فيها واللي بيكونوا أعضاء لجسد المسيح، ان هو دول أعضاء في جسد المسيح. تقفل الباب حبيبي. فهنا حتى وان كان الروح في كل مكان بيروح له بيقول له ان انت هتبقى مقيد، لان كان بيتحرك زي ما احنا بنقول كان دايما يتحرك بارشاد الروح القدس. فما يجي داخل مكان يقول لك الروح منعنا، ولكن مره تانية يقول ده وقف بيا واحد ويقول لي كده اعبر الينا واعنا، كان راجل مجدوني. فهنا دايما نخلي بالنا ان الانسان بتاع ربنا ما ينقاد بروح ربنا. ودي اللي كتبها معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل الإيمان، بيقول الذين ينقضون بروح الله أولئك هم أبناء الله. يبقى دايما ابن ربنا واللي بيخدم ربنا ما بيمشيش بحسب إرادته وأهوائه الشخصية، ولكن بيمشي بحسب إرادة ربنا الإلهية في حياته. في آية 35 كده بيقول لهم في كل شيء أريتكم إنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء. إحنا قلنا إن بولس الرسول من بداية خدمته كان بيهتم بالفقراء وبالمساكين واللي كان ليهم احتياج في أورشليم، وكان دايما يجمع لهم تبرعات وينزل بيها ناس عشان يعضد الضعفاء والمساكين. متذكرين كلمات الرب يسوع انه قال مغبوط هو العطاء اكتر من الاخذ. ودي الناس اللي خدمت معانا وشافت قد ايه ان هم بيبقوا فرحانين وهم بيدوا اكتر من هم بياخدوا، وما يشوفوا الاسر اللي بيخدموها قد ايه ان هم مش قادرين او مش مكفين احتياجاتهم، وانتوا المساهمه اللي بتساهموها دي بتساعدهم ان هم يكملوا ايامهم بسلام، بتحسوا انتوا نفسكم بالفرح. عشان كده اصبح القاعده في المسيحيه مش ان اما اخد حاجه اكون فرحان، ده بالعكس اما ادي الحاجه اكون فرحان. مين يقول لنا فين الايه اللي قالها ربنا يسوع المسيح بتقول مغبوط ان هو العطاء اكتر من الاخذ؟ في ايه في الكتاب المقدس بتقول كده؟ في الاناجيل؟ لا. يبقى بعض الكلمات اللي كانوا بيقولها الرسل وبيتناقلوها بينهم وبين بعض كانت ممكن ما تكونش مكتوبة كلها في الكتاب المقدس، لأن جميع الكلمات والأعمال اللي عملها ربنا بيقول لك لو كتبت واحدة واحدة لست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة. وعشان كده من تعليم ربنا يسوع المسيح حتة العطاء وإن إزاي تهتموا بالفقراء، فعرفنا هنا أن دايما الإنسان اللي بيعطي هو اللي هيكون فرحان، لأن ده بيدي مين بقى؟ ربنا يسوع المسيح قال لنا كده كل ما تصنعون بأحد هؤلاء الأصاغر فبيه قد فعلتم. يبقى هنا السبب الفرحة ان انت بتتقابل مع المسيح في شخص محتاج، في شخص تعبان، في شخص مجروح، في شخص محبوس، في شخص عطشان، في شخص غريب قويته. يبقى اي انسان بتعمل معاه عمل صالح مقدس وانت لا تريد شيء، ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد، يشهد على طول ان انت عملت هذا العمل الصالح ويملأ قلبك بالفرح الحقيقي. ولما قال هذا جس على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، وقعوا العنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها انهم لن يروا وجهه ايضا ثم شيعوه الى السفينة. الجزء ده ربنا أعلن لبولس إن دي آخر مرة هيلتقي فيها معاه، وعرفوا إن في المرة دي، لأن أما كان مسجون المرة الأولى في روميا وكتب رسالة فيليبي اللي هي رسائل الأسر الأربعة اللي احنا درسناها مع بعض، كان بيقول إن أنا هخرج لأني أعلم أني أمكث لأن ذلك ألزم من أجلكم.
الحته دي المره دي بقى ربنا اعلن له ان هذه الرحله هتكون الرحله الاخيره، وعشان كده ابتدى يكلمهم ويوصيهم على الكنيسه اللي اقتناها ربنا بدمه، ووصاهم على الرعيه ان هم يرعوها، لان زي ما احنا عارفين ان ممكن تخش ذئاب خاطفه من ضمن الناس اللي كانوا بيتشبهوا بالملائكه وموجودين في وسطهم، لكن بينقلبوا يبقوا شياطين ويبعدوا عنهم، ويحاولوا ان هم يجمعوا ليهم وردين، ويحاولوا ان هم يطلعوهم بعيد عن طريق ربنا. زي ما شفنا واحد اسمه نيكولاوس مع انه كان من السبع شمامسة، الا انه ابتدع طريقة، لان يقول لك ان الجسد ده من الارض وبيفسد، فعشان كده نسيب الجسد يعيش في الفساد ولكن الروح هي تعبد ربنا. وطبعا دي مشورة خاطئة، لان الجسد والروح المفروض ان هو ايه؟ بيعبدوا ربنا. وعشان كده قال لنا انتم هيكل الله وروح الله ايه؟ ساكن فيكم. فازاي اخد هيكل ربنا وادنسه؟ وعشان كده جس على ركبتيه وصلى مع جميعهم. يبقى كان الاسلوب الوحيد اللي كانوا بيعملوه ده اللي احنا خدناها او شيت المسافرين جايه من هنا، ان لما يجي حد مسافر يعملوا ايه؟ يصلوا مع بعض، ويعملوا ايه؟ يودعوا بعض بالقبلة الرسوليه. كانوا يودعوا بعض، بس كان الموضوع بوجع، لانهم حاسين ان الراجل اللي افتقدهم واهتم بيهم ورعاهم الفتره دي كلها، زي ما بنكون بنودع احد الكهنه اللي خدمونا فتره طويله واللي احبونا فتره طويله، بنبص كده في الاخر واحنا بنبقى الواحد متوجع وهو بيسلم عليه او بيلقي عليه نظره الوداع. فهنا رغم ان هو لسه كان لسه حي، ولكن هو اعلن ليهم ان دي اخر مره هيشوفوه فيها، وعشان كده كانوا متوجعين، لانه مش انسان عاطفي او بيستدر عطفهم او بيحاول يتودد ليهم، لا ده هو علم بالروح اللي هيقابله. انهم لن يروا وجهه ايضا ثم شيعوه. احنا دايما بنتكلم عن كلمه شيعوه دي يعني تشيع جنازه، لكن كلمه شيعوه يعني ايه؟ وصلوه الى السفينه. اصحاح 21. وبعد ولما انفصلنا عنهم، احنا قلنا مين اللي كاتب سفر الاعمال؟ لوقا. طب اما بيقول ولما انفصلنا عنهم يبقى كان لوقا ايه؟ معاهم. انفصلنا عنهم اقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامه الى كوس. كوس دي جزيره، وفي اليوم التالي الى رودس جزيره تانيه. كانوا بيعدوا من جزيره لجزيره لان راكبين مركب صغيره اللي هي بتعدي على الجزر الصغيره. ومن هناك إلى باترا. ثم وجدنا سفينة عابرة. السفينة عابرة بقى اللي هي السفينة الكبيرة اللي بتاخد بضائع كتيرة إلى فينيقية. صعدنا إليها وأقلعنا. يبقى ركبوا سفينة كبيرة بعد ما كانوا راكبين السفن الصغيرة اللي هي بتقف في المحطات القريبة، ركبوا سفينة كبيرة من فينيقية وأقلعنا. ثم أطلعنا على قبرص، احنا عارفين الجزيرة اللي اسمها قبرص اللي خدموا فيها، وتركناها يسرى وسافرنا إلى سوريا، وأقبلنا إلى سور وصيدا. دول اللي هم إيه؟ لأن هناك كانت السفينة تضع وسقها. كانت السفينة دي رايحة من فينيقية جايبة بضائع ورايحة توديها لفين؟ لحد سوريا. فهنا اول ما راحت السفينه وضعت وسقها، يعني ابتدت تنزل حمولتها فين؟ في المكان ده. واذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك سبعه ايام، وكانوا يقولون لبولس بالروح ان لا يصعد الى اورشليم. ابتدى بقى الروح اللي في التلاميذ اللي بيحب بولس عايزينهم ما يطلعش لفين؟ لاورشليم، لان هم عارفين ان لو راح اورشليم هتبقى الناس هتقوم عليه، بسبب ان هو المجامع اليهودية اللي دخلها في كل مدينة كان على طول في ناس من اليهود يقبلوه ويتخشوا المسيحية، لكن في ناس كتيرة كانوا بيرفضوه. وزي ما شفنا اما ضربوه في لسترا وتركوه ما بين حي وميت، واما في كل مكان كانوا ممكن يقوموا زي ما قوموا بتوع افسس وقعدوا يقولوا له عظيمة هي افسس مدينة ارتميس اللي هي التي لأهل افسس. فكانوا يهيجوا الناس على مين؟ على بولس الرسول. فمعروف ان ما يوقف وسطهم في اورشليم هيقدموا له طبعا وجب الضيافه، هيستضيفوه طبعا بطريقه صعبه.
وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام. يبقى النهاردة ابتدت يبقى في كل مكان في إيه؟ تلاميذ، ناس مأمنة بربنا يسوع المسيح وعايشين، وما عرفوا إن بولس نازل في المنطقة دي ابتدوا إن هم يروحوا عشان يسمعوا منه ويسلموا عليه. ولكن لما استكملنا الأيام السفينة وهي بتنزل حمولتها يقولوا بعد كم يوم هتبتدي إيه؟ تتحرك تاني. لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين وهم جميعا يشيعون مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة، وكالعادة يعملوا إيه؟ جسونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا. صلاة دي دايما يبقى الصلاة دي كانت على طول أسلوب الوداع بمحبة، إن الواحد يركع مع اللي حواليه ويصلوا ويطلبوا من ربنا إن دول يسحبهم ملاك السلامة وإن هم يكون ليهم لقاء مرة تانية. ثم ودعنا بعضنا بعض وصعدنا إلى السفينة، أما هم فرجعوا إلى خاصتهم. يبقى أول مرة يقولوا له خلي بالك ما تطلعش أورشليم، لأن الروح بيعرفنا إن أنت إيه؟ هتقابلك مشاكل في أورشليم. ولما أكملنا السفر في البحر من سور أقبلنا إلى بتولميس، فسلمنا على الإخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا. دي مدينة على اسم بطليموس اللي هو كان ملك لمصر، فاتسمت المدينة باسمه عشان يعني تحية ليه. ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس. يبقى هو بيتكلم على مين معاهم؟ رفقاء بولس اللي هو معاهم لوقا. وجئنا إلى قيصرية فدخلنا إلى بيت فيلبس المبشر إذ كان واحد من 7 وأقمنا عنه. هنفتكر بقى إن في واحد زمان اسمه فيلبس كان من 7 شمامسة. إحنا قلنا إن الشماس الأول كان الرئيس الشمامسة أول الشهداء اللي هو مين؟ القديس استفانوس، وده استشهد في أعمال 7. وكان اللي بعده على طول فيلبس اللي راح السامرة وابتدى قرص فيها، وكان مشهود له ان هو ممتلئ من الغيرة ونعمة الروح القدس. وتفتكروا اما وهو واحد خصية حبشي ماشي بالمركبة لقى واحد ماشي جنبه اسمه فيلبس، الروح نقله وجابه لبتاع كان ده كملك الحبش، ملكة الحبش. وساعتها فسر له الحتة اللي من أشعياء وعرفه بالمسيح، فما لقى مية قال له طب هو زماء في مانع أن أنا أعتمد، فعمده وبعد كده خدوا الروح ورجعوا فوجد في أورشليم. فهنا برضو نلاقي أن فيلبس ده فضل مستمر على خدمته، يعني احنا بنتكلم الكلام ده بعد 20 سنة من بداية سفر الأعمال. فهنا يقول ايه؟ ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المبشر. ليه بيقول هنا فيلبس المبشر؟ لأن في فيلبس الرسول. فيلبس الرسول ده بقى راح في مدينة تانية وابتدى يكرس فيها، بس لم يأتي ذكره في سفر الأعمال اللي كان بيكتبه لوقا، لأن كان متتبع كل شيء بتفصيل زي ما احنا شايفين بيحكي ايه اللي حصل واللي اتقابلوا مع مين وقعدوا على الشاطئ وخرجوا من فين راحوا لفين، زي ما بنقولنا ان بيحكي كل حاجة بايه؟ بالتدقيق، لدرجة ان انتوا قاعدين كده تقدروا تتخيلوا ان هم على السفينة وجسونا على ركبنا ويحكي التفاصيل اكنه بيرسم صورة ذهنية كده ان كل واحد يشوفها يقدر يعرفها. يبقى فيلبس ده اللي هو احد 7 شمامسة، لو تفتكروا في بداية سفر الاعمال اما قامت النساء اليونانيات وقالوا ان احنا ما بناخدش حقنا زي بقية الارامل، فأقاموا 7 رجال عشان يهتموا بالإيه؟ بالشؤون الاجتماعية دي، الحاجات اللي هي توزيع العطايا وتوزيع الحاجات دي. قال لا احنا نخلي فيه 7 شمامسة يهتموا بالعطايا دي. طب والرسل؟ قال لا احنا هنصلي وهنكرز بالكلمة. وكان لهذا 4 بنات عذارة كنا تنبأنا. كلمة عذارة يعني مكرسات، كانوا مكرسين نفسهم، يعني مش شرط ان هم يكونوا عذارة، ممكن يكونوا بناته بالجسد وممكن يكونوا زي المكرسات اللي ممكن يبقوا في كل كنيسة موجود مكرسات بيهتموا ببعض الاهتمامات، زي مثلا دار الرعاية، زي مثلا
الاهتمام بالفقراء زي عمل حضانة. فتبصوا تلاقي مكرسات ممكن يقدموا دور مش بيقدر عليه الشمامسة اللي موجودين معاه. كنا تنبأنا قلنا النبوة هنا ما كانتش معناها ان يحدثوا بأمور مستقبلية، ولكن كانت النبوة تعني ان يتكلموا بكلمة ربنا اللي تأثر في الناس وتحسسهم باحتياجهم لتقديم توبة وان هم يرجعوا لربنا. وعشان كده بيقول: وبينما نحن مقيمون اياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس. ده بقى اللي هيبتدي يتكلم عن حاجات مستقبلية كشفها له الروح. فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجلي. المنطقة دي عبارة عن زي شريطة طويلة خالص كده كانوا يلفوها حوالين الوسط عشان وهو بيتحرك وهو بيعمل أي أعمال الجلاليب اللي بيبقوا لابسينها ما تتحركش شمال ويمين، تفضل إيه لا تعيقه عن الحركة يعني. فالمنطقة دي كمان كانوا اللي يشيلوا فيها الفلوس عشان لما يجي يقولك ولا نحاسا في منطقة، يعني ما تاخدش النحاس وتحطه في المنطقة، لا ده هو ده اللي كانت التعبير اللي. فكانت المنطقة دي أخذ منطقة بولس أما يجي الواحد مرتاح يرتاح كان يحل المنطقة دي أو يجي يقعد يأكل يحل المنطقة دي. فأخذ المنطقة بتاعت بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا يقول الروح القدس. الرجل الذي له هذه المنطقة اللي هو يقصد مين؟ بولس. هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. تخلوا بالكم من الكلمة دي نفسها قالها ربنا يسوع المسيح إن هو سيسلم إلى أيدي الأمم اللي هم الرومان يعني. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. يبقى هنا أول تنبيه جاله من الناس اللي في سور وقالوا له بلاش تروح في نقية وقالوا له بلاش تروح، وبعدين دلوقتي بيقولوا له ده في واحد اسمه أغابوس أهو قال لك إن أنت طالما ليك المنطقة دي الروح القدس بيقول إن أنت هتربط وتسلم إلى الأمة. فقعدوا يتحايلوا عليه ويقولوا له إيه بلاش تطلع لأورشليم. فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي. الناس بسبب عواطفها ممكن تعيق الإنسان عن طريق ربنا. أما يلاقوا مثلا أم لقت ابنها عايز يروح يترهبن ويسيب الدنيا تقول له: يا ابني هتسيبني لوحدي، تقعد تعمل إيه؟ تقعد تبكي. أو مثلا حد هيتقدم للتكريس أو هيقدم حياته لربنا، فممكن ساعات يكسروا قلب الإنسان بسبب إيه؟ العواطف البشرية. فهنا بيقول لهم: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. يبقى المبدأ بتاع معلمنا بولس الرسول إن أنا مش بس هتربط مش فارق، ده أنا حتى لو قدمت حياتي كلها أنا برضو بقدمها طوعية لربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح. دايما تخلوا بالكم الإنسان اللي بيعيش مع ربنا لا يبغي من حياته شيء إلا تمجيد اسم ربنا. طب وفي الآخر عايز أكون مع مين؟ مع ربنا. يبقى ما بقاش في حاجة في حياته تفرق معاه. طب هيربطوك مش مهم، زي ما كانوا بيقولوا لقديس كده يوحنا ذهبي الفم بيقولوا الملكة هتنفيك. قال لهم هتنفيني فين؟ هل المكان اللي هتنفيني فيه مش موجود فيه ربنا؟ طالما موجود فيه ربنا انا مش ايه؟ مش في منفى ولا حاجة، انا برضو هكون مع ربنا. فهنا معلمنا بولس الرسول حاطط في قلبه اتربط دخل السجن اتعذب حصل له اي حاجة، لا مفيش حد مش عايز حد يكسر قلبه بسبب المحبة بسبب العواطف البشرية، لا ده عايز يبقى دايما عينه بص على السماء وبص على مسيح الأبدية. وعشان كده مفيش حاجة في الأرض ممكن تخوفه. انتوا عارفين كان يقول ايه؟ من سيفصلنا ها عن محبة المسيح؟ أشد أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري؟ ساعات احنا فينا بقى واحنا ايه؟ واحنا موجودين في أسبوع الآلام وعمالين سكتة يجوم وعمالين نصلي نحس إن مفيش حاجة ممكن تفصلنا عن ربنا. هما يومين بعد البصل بتاع شم النسيم تبص تلاقي الواحد انفصل عن محبة ربنا.
ومين ما سألش عليا ومين ما عيتش عليا ومين مش عارف ايه، وتبص تلاقي رجع لنفس الخيبة الأولانية. بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ ان حاجات كتيرة بتفصلنا عن محبة ربنا، حاجات كتيرة جدا بتفصلنا عن محبة ربنا. لكن هنا بولس الرسول بيقول مش عايز حد لا يبكي ولا يكسر قلبي، لاني انا مش بس هتربط، ده انا حتى لو هموت مش ممكن ان انا اكون خايف بسبب محبتي لربنا. الحاجة الاهم كمان ان كان في سفر الرؤيا يقول لك اللي حبوا ربنا دول لم يحبوا حياتهم حتى الموت، يعني ما كانت تجي لهم فرصة للنجاة. ما انت ممكن تقول كلمتين وتنجى، لا، طالما امنت بربنا يسوع المسيح فانا لازم اكون، عشان كده يقول له كن امينا الى الموت، اخر حاجة الى النفس الاخير. ولما لم يقنع، يعني ما عرفوش يقنعوه، سكتنا قائلين لتكن مشيئة الله. من اجمل الكلمات. ساعات الناس تختلف مع بعضها، يقول لك طالما ما اقتنعش بكلامي انا من سكة وهو من سكة. لكن تخيلوا هنا الناس بينصحوه بحاجة عشان عايزين يخلوه يحافظوا عليه، ولكن هو عايز يتمم مشيئة مين؟ ربنا. وعشان كده في الاخر لما عرفوا ان هو مش مقتنع قالوا له لتكن مشيئة ربنا. لان هل في حاجة تحصل غير مشيئته؟ من فينا ممكن يقاوم مشيئته؟ انتوا كلكم حافظين الآية، من ذا الذي قال كن فيكون والرب لم يأمر؟ مين اللي يقدر يقول حاجة وربنا قايل غيرها؟ ما حدش هيقدر يقول غيرها. وبعد تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم. تأهبنا يعني إيه بقى؟ ابتدت تحصل استعدادات. ليه؟ لأن ده بولس ممكن في لحظة يتاخد مننا. وجاء أيضا معنا من قيصرية، معنا يبقى هو بيتكلم ان هو كان موجود مع بولس لحد المنطقة دي، من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل كبرسي تلميذ قديم لننزل عنده. يبقى راحوا بقى على أورشليم، وكان في واحد مآمن من زمان، يعني من ليه برضو 20 سنة في الإيمان، اسمه مناسون. ده وهو رجل كبرسي، كان أصلا كبرسي الجنس، وده تلميذ قديم، يعني من الرعيل الأول الذي آمن بالمسيح. ولما وصلنا أورشليم قابلنا الإخوة بفرح. دايما عادة التلاميذ لما بيخشوا في أي مكان بيكونوا مفرحين. طب وهم بيستقبلوا الناس، الناس برضو بتبقى إيه؟ فرحانين. في ناس لما تيجي تستقبل ضيوف او يجي لهم ضيوف من البلد يبقوا يحسوا بتقل كده، يقول لك يا طب وهيقعدوا كام يوم، او يقعد يبص في الساعه كده هم يقعدوا كام ساعه. وفي ناس من ترحيبها وقعدتها الحلوه تبقى مش عايزين الايام ايه تخلص. فهنا بسبب اضافتهم للغرباء ومحبتهم لبعض كانوا فرحين، استقبلنا الاخوه بفرح. وفي الغد دخل بولس معنا إلى يعقوب وجميع المشايخ، وحضر جميع المشايخ. ده أني يعقوب فيهم؟ الكبير ولا الصغير؟ لأن الكبير استشهد في استشهد في بداية سفر الأعمال لما بعت هيرودس وعمل إيه؟ وقتل معلمنا يعقوب بحد السيف، أول واحد استشهد في الرسل القدسين. طب يعقوب الصغير ده اللي هو كاتب ايه كمان؟ رسالة يعقوب، او هو ابن كلوبة، وهو بيقال عليه برضو اخو الرب. فحضر وجميع المشايخ، ده برضو اللي في سفر الاعمال 15 اللي وقف واعلن القرار بتاع ايه؟ بتاع المجمع الاول في اورشليم. أما قال رأى الروح القدس ونحن أن لا يثقل على الراجعين، بل أن هم إيه؟ يمتنعوا عن الدم والمخنوق والزنا. ودي هتيجي برضو دلوقتي. فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعلوا الله بين الأمم بواسطة خدمته. يبقى ابتدى بولس الرسول مش يقول لهم إنجازاته، يقول لهم إيه؟ ده ربنا عمل وعمل وعمل كذا عن طريقي في الأمم. ابتدى يعرفهم ازاي الأمم
قبلوا الإيمان وقبلوا الكرازة وأمنوا بالمسيح ودخلوا وبقت أصبح منهم ناس بيحبوا ربنا جدا. فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له: أنت ترى أيها الأخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين أمنوا. يعني هم كمان آمن عن طريقهم عدد كبير جدا. كلمة ربوة دي يعني 10,000، 10,000، وهم جميعا غيرون للناموس. كلمة غيرون للناموس دي يعني ايه بقى؟ يعني رغم ان هم دخلوا المسيحية الا ان لسه الغيرة بتاعت الناموس جوه قلوبهم. يعني ايه؟ انتوا فاكرين ان كان في ناس من المتوهودين اللي هم دخلوا المسيحية بس عايزين يفضلوا متمسكين بالناموس، ان هم يختتنوا وان هم يعملوا نفس الاعمال بتاعت الناموس عشان يحاولوا ان هم يرضوا ربنا بيها. ففي ناس كانت لسه غيورة للناموس، زي ما احنا بنقول في سمعان الغيور. غيور دي من مجموعة الغيورين دول اللي هم كانوا بيغيروا على الإيمان وعلى الناموس ويحسوا دايما ان هم مميزين عن باقي ايه الشعب. كانوا دايما حاسين ان احنا من شعب الله المختار، احنا مختارين، لكن بقية الأمم مش هم اللي في الإيمان. فكانوا غيرون للناموس، يعني ما كانوش يحبوا ان حد يكسر اي حاجة من عوايد الناموس. وقد اخبروا عنك انك تعلم جميع اليهود الذين بين الامم الارتداد عن موسى، قائلا ان لا يختتنوا اولادهم ولا يسلكوا حسب العوايد. ابتدت تشاع بقى ان بولس بيقاوم تعاليم مين؟ موسى. هو بيقاوم تعاليم موسى؟ لا، هو مش بيقاومها، لكن بيقول ان اعمال الناموس دي ما خلصتش انسان، واعمال الناموس دي ما قدرش حتى ابائنا ان هم يكملوها، وعشان كده الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. ما حدش قدر يكمل الناموس، ومن اجرم في واحده فقد اخطأ في الكل. طب طالما ان مفيش حد قدر يكمل الناموس، احنا ليه لسه متمسكين بيه؟ او ليه لسه عايزين نلزم الناس بيه؟ يوجد طريق واحد للخلاص، هو الايمان باسم ربنا يسوع المسيح. ايمان بس؟ لا، يقول لك من امن واعتمد خالص. طب امن واعتمد بس؟ لا، وعاش بقى يتمم خلاصه بخوف ورعده والعمل باسم ربنا. وعشان كده ما كانش بولس الرسول بيقول لهم تكسروا العوايد بتاعت الناموس، ولكن كان بيقول لهم ان الناموس لوحده مش ممكن يخلصكم، لكن ايه اللي يقدر يخلصكم؟ الايمان بربنا يسوع المسيح. فاذا ماذا يكون؟ لابد على كل حال ان يجتمع الجمهور لانهم سيسمعون انك جئت. يبقى الحته دي اول ما عرفوا ان بولس الرسول جه وبقى في اورشليم، اكيد الناس دي كلها اللي سمعت ان هو بيهد الناموس اكيد هيجي، لانهم غيرون هيجي يعملوا ايه؟ عايزين يمسكوا بولس ويحققوا معاه. فافعل هذا الذي نقول لك: عندك 4 رجال عليهم نذر. كان في حاجة اسمها شريعة النذر، ان اللي كان ينذر نذر كان لازم يطول شعره، يسيبه مثلا 30 يوم او يسيبه اكتر، وبعدين يجي عشان يوفي النذر يحلق شعره، وياخد الشعر ده يتحرق مع الوقود اللي بيتحط تحت ذبيحة المحرقة. كمان يعمل ايه؟ يقدم ذبيحة للمحرقة وذبيحة للسلامة وذبيحة عن الخطية، وكانت ليها شريعة، كانت الشريعة دي صعبة جدا. فأي واحد كان يبقى عليه نذر كان لازم يعمل. فقالوا له: طب خد بقى ال4 دول اللي عليهم نذر، وانت ابتدي ادفع لهم، لان ده الموضوع مكلف جدا وتقديم ذبايح كتير. وكمان اعمل لهم ايه؟ اما تبقى موجود معاهم كانوا يقعدوا 7 ايام للتطهير، يفضلوا قاعدين موجودين في الهيكل في الحتة الخارجية، ولكن ما يقدروش يخشوا للداخل لحد ما يقعدوا 7 ايام يغتسلوا ويتطهروا عشان يقدروا بعد كده يدخلوا ويقدموا ايه؟ ذبيحة. فهنا بيقول: خذ هؤلاء وتطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعلم الجميع إن ليس شيئا مما أخبروا عنك، بل تسلك أنت أيضا حافظا للناموس.
لان الشريعه دي هي اللي بيقول عليها الناموس، يبقى ما يلاقوك ان انت كمان بتنفذها هيقولوا ده بولس كمان ايه ما سابش الناموس، اهو حلق شعره وقاعد في التطهير وقاعد مع الناس اللي عليهم نذر عشان يقدم الذبايح اللي المفروض تتقدم، وهيقعد السبعة ايام بتاعة التطهير موجود في مكان للحفظ كده اكنها خلوة سبعة ايام كده عشان في الاخر يكون لي مكان معانا. يبقى دلوقتي هو بيحافظ على الناموس ولا بيكسره كده؟ يبقى شكله ان هو بيحافظ على الناموس. بولس سمع ليهم كده لانه كان من طريقة بولس يقول لك ما يعسرش حد، لو سرته للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس. طب والناس اليهود؟ كان يهودي، وعشان كده بيقول اما من جهة الذين امنوا من الامم، لان في ناس كانت من الامم وفي ناس من اليهود اللي هم بيحبوا الناموس وغيرون عن الناموس. طب اللي من الامم يقول لك لا دول مش هنثقل عليهم، زي ما اتقال في اعمال 15 اللي هو ان فارسلنا نحن اليهم وحكمنا ان لا يحفظوا شيئا مثل ذلك، يعني ما يعملوش الحاجه اللي بتتعمل في الناموس. الناس اللي من الامم وامنت بالمسيح وهم من الامم ممكن ما يختتنوش وما يعملوش اي اعمال من اعمال الايه الناموس. طب يكتفوا بايه؟ ان يمتنعوا ان يحافظوا على انفسهم مما ذبح للاصنام ومن الدم والمخنوق والزنا، يبعدوا عن الحاجات اللي فيها شر دي ويقربوا من ربنا عشان يكون ليهم الخلاص باسمه. حينئذ اخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال ايام التطهير الى ان يقرب عن كل واحد منهم قربان. يبقى كل الاربعه دول ومعاهم بولس فضلوا قاعدين لمده سبعه ايام، وبعدين ابتدت تنتهي ايام التطهير السبعه، ابتدى يخبرهم ان احنا المفروض كل واحد فينا هيقدم ايه؟ قربان. ولما قربت الايام السبعه ان تتم رآه اليهود الذين من اسيا. احنا قلنا ان في اسيا كان دايما بولس الرسول يخش ايه؟ المجمع بتاع اليهود. ففي ناس عارفين ان بولس كان مش بينفذ الناموس وكان بيدعو الامم ان هم يدخلوا، فابتدوا يشوفوه موجود فين؟ في الهيكل وفي اورشليم. فهاجوا كل الجمع والقوا عليه الايادي صارخين ايها الرجال الاسرائيليون اعينوا، يعني ساعدونا، هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان، لان شافوه في اسيا والحته اللي كرس فيها بولس الرسول في كل مكان ضدا للشعب والناموس وهذا الموضع اللي هو ايه؟ الهيكل اللي هم موجودين فيه. حتى ادخل يونانيين ايضا الى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس. حتة دخول اي واحد من الامم للهيكل ده كان يبقى ايه؟ دنس. ما كان ممنوع ان حد من الامم حتى لو كان واحد من الرومان كانوا يقتلوه بسبب ايه؟ ان هو دنس المكان المقدس اللي دعي اسم ربنا عليه. لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة تروفيموس الأفسوسي فكانوا يظنون أن بولس أدخلوا معه الهيكل، يعني شافوا موجود معاه واحد من أهل أفسس فهم افتكروا أن هو دخلوه معهم إيه؟ الهيكل. فهاجت المدينة كلها وتراقد الشعب وأمسكوا بولس وجروه خارج الهيكل وللوقت أغلقت الأبواب. يعني إيه؟ جوه الهيكل ما يقدروش يقتلوا حد، فاخدوه فين؟ بره الهيكل، عشان ساعتها زي ما عملوا مع استفانوس خرجوه لبره وعملوا ايه؟ رجموه. ونكمل المره الجايه. الجزء ده بيبين لنا تمسك معلمنا بولس الرسول بالمبادئ اللي هو اتفق عليها، ان هو لا يثقل على الراجعين، لكن في نفس الوقت انا مش هكون سبب عثره لحد من اليهود. وعشان كده عمل اللي قالوا له عليه الرسل، ولكن في نفس الوقت ما ألزمش الناس اللي من الأمم إن هم إيه؟ يعملوا أعمال الناموس. لإلهنا كل مجد وكرامة لله. قبل ما تمشوا مجهز لكم الخدام شوكولاتة صيامي، عشان مش صيامي شوكولاتة وانتوا خارجين عشان طيب تفضلوا نصلي.